مهنية. يقدم الممرض أو الممرضة خدمات الرعاية التمريضية مع الأخذ في الاعتبار آدمية الأشخاص وعدم التفرقة بينهم من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية أو لون بشرتهم وجنسياتهم وطبيعة حالتهم الصحية. أنا رايح الحلقة الثانية. دكتور دكتور التمرين المصري معروف عمود الفقري لأي بطولة صحية. الأم أول ممرضة عرفتها البشرية، مع الوقت بقى ليها دور أكبر في خدمة الوطن والإنسانية، لحد ما جاء الوقت اللي التمريض بقى فيه ضرورة حتمية لإنقاذ روح إنسان. سنة 450 قبل الميلاد ظهر لنا في اليونان هيبروقراط اللي لقب بأبو الطب، وده لأنه أول واحد حط قوانين لمهنة الطب والتمريض. سنة 1851 ميلادياً ظهرت لنا رائدة علم التمريض في أوروبا فلورنس نايتنجيل بقواعد وأسس خاصة بالتمريض وأداب المهنة، واللي كانت بتقول فيها: يجب على الممرضة أن تبتعد عن الأقاويل والإشاعات، لا يجب أن تتحدث عن مرضاها أو أسرارهم، يجب أن تكون أمينة على مرضاها ولا تتأخر على المرضى عند تنفيذ طلباتهم، حيث أنهم يضعون حياتهم بين أيديها، ويجب أن تكون دقيقة الملاحظة، رقيقة المعاملة، حساسة لشعور الغير. سنة 1805 ميلادياً تم تعيين محمد علي حاكماً لمصر. سنة 1827 ميلادياً تم إنشاء أول مدرسة للتمريض في عهده، وكان عدد الطالبات فيها 10، وهم عبارة عن جواري حبشيات وسودانيات، وكان مدير المدرسة في الوقت ده كلود بيك، الطبيب الفرنسي اللي أوكل له محمد علي الإشراف على صحة الجنود وقتها، واللي قام له مستشفى خاصة لرعاية صحة الجنود بمنطقة أبو زعبل. سنة 1954 ميلادياً تم إنشاء أول معهد عالي للتمريض في مصر بالأسكندرية، ومن هنا بدأ عصر جديد للتمريض المصري، علم ومهنة. من الوقت ده ولحد النهاردة المسؤولين عن صحة مصر والمصريين بيهتموا دايماً إنهم يوفروا كل ما هو جديد في علوم التمريض، وبيسعى للارتقاء بالعلم والمهنة. صحة المصريين غالية جداً، والتمريض دوره مهم جداً، علشان كده بندعمه وبنقوله شكراً على كل اللي قدمته وبتقدمه وهتقدمه لينا، لأن التمريض رسالة بتمس كل أسرة مصرية. مباراة قوية جدا وجميلة جدا، وهفكركم بالنتيجة: جامعة المنوفية 70-30 جامعة المنصورة. وجامعة المنصورة حصل عندنا تغيير، سمر إيهاب نزلت مكان إسراء عماد. ازيك يا سمر؟ الحمد لله تمام. وأنا بقرا السي في، وقفت عنده هوم كير. في المنصورة هوم كير حاليا؟ أعتقد لا لسه. تعتقدي لا، فأنت عايزة تبقي أول واحدة تعمل هوم كير في المنصورة. ان شاء الله. فكرة عظيمة جدا، ربنا يوفقك يا سمر. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة المنوفية، طه البطاحجي نزلت مكان إيمان وفي. ازيك يا طه؟ الحمد لله. احساسك ايه بقى واحمد اخوك قاعد بره كده بيتفرج عليكي؟ متشرفة جدا وفخورة جدا، قدوتي موجود معايا، مش عاوزة حاجة تاني. انت دخلتي تمريض، وعايز اعرف القرار جه ازاي؟ لما التنسيق نزل كان قدامي بيطري وتمريض. بيطري كفكرة ما كانتش في دماغي خالص، وتمريض ما كانش في دماغي خالص، بس أحمد لما قعد معايا وفهمني يعني إيه تمريض وقال لي أنا مش همشي من غيرك، أنا فهمت يعني إيه، فخلاص أنا مع المريض من الألف إلى الياء في كل حاجة. فهي فعلا
رقم واحد في المهنة الإنسانية فعلا. أنا شايفة أن الشعار ده جه فعلا المهنية والاحترام والإنسانية هم لقب التمريض. برافو عليك يا تقى، أتمنى لك كل توفيق. قبل ما أبدأ الفقرة اللي جاية عايز أوجه الشكر والتقدير والامتنان لشركة جيليات ساينسز واللي بتساهم بمجهودها في الأبحاث العلمية اللي بتساعد في مجال صناعة الأدوية لشفاء أصعب الأوبئة، ونعتز بأنها واحدة من أهم رعاة موسم عباقرة كليات التمريض. ألف شكر لشركة جيليات ساينسز ولكل من يهتم بالتعليم والصحة في مصر. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. شمع خالد اتفضلي، إسراء، خليفة اتفضلي. سؤال في المعلومات العامة بعشر نقط لإسراء وشيماء. روح رياضية، تمام. معلومات عامة، والسؤال هو ما هو الكود الذي تستعمله إدارة المستشفى لإخطار العاملين بوجود حريق في المبنى؟ كود لونه إيه؟ رد أحمر. الكود الأحمر إجابة صحيحة. الكود الأحمر الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا شيماء، وبكده النتيجة 40 جامعة المنصورة، 70 جامعة المنوفية. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضة مصطفى وسمر. وسمر نازلة في الرياضة، نازلة تعملي إيه في الرياضة؟ ضحكوا عليك يا سمر ونزلوك في الرياضة؟ خير إن شاء الله. جاهز يا مصطفى؟ إن شاء الله. رياضة، والسؤال هو من هو لاعب التنس الفائز بلقب بطولة ويمبلدن للتنس عام 2019؟ رافائيل نادال. نادال. نادال إجابة خاطئة. عندك إجابة سمر؟ أحمد وحيد إزايك؟ الله يسلم. الإجابة إيه يا أحمد؟ دوكوفيتش. الإجابة الصحيحة نوفاك جوكوفيتش. تفضلوا. سؤال في التكنولوجيا، سؤال الثالث في التكنولوجيا. عبد الرحمن رزق ومحمد مجدي. محمد مجدي وعبد الرحمن رزق، تكنولوجيا، والسؤال هو إحدى أشهر وظائف أجهزة هيماتولوجي أناليزر هي إجراء تحاليل الدم، فإلى أي مكونات الدم يشير اختصار RBC؟ كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء إجابة صحيحة. Red blood cells هي الإجابة الصحيحة، كرات الدم الحمراء. وكده النتيجة 80 جامعة المنوفية، 40 جامعة المنصورة. سؤال الرابع في القدرات الذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 222 زائد 333 زائد 500 ناقص 55 يساوي كام؟ 1000. إجابة صحيحة. حضرتك يا تقى، 1000 الإجابة الصحيحة. رابع متكون، وبكده النتيجة 50 جامعة المنصورة، 80 جامعة المنوفية. هارد لك يا تقى. وخلاص انسى يا تقى السؤال ده، السؤال ده خلص خلاص، ركزي في اللي جاي، تمام؟ ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. الأربع أسئلة جايين بيعتمدوا على السرعة، ليكم أنتم الثمانية، تمام؟ وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو من الذي قام بدور بركة في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟
عشر ثواني. سمر إيهاب إجابتك؟ محمد صبحي. محمد صبحي؟ محمد صبحي؟ لا. إجابة خاطئة. في إجابة؟ طوى عمرو يوسف. عمرو يوسف. نص إجابتك صح. طوى إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة مش عمرو واكد. عمرو سعد. عمرو سعد بالظبط كده. تمام. سؤال التاني في الأغاني والموسيقى. والسؤال هو من هي المطربة المصرية صاحبة أغنية حمد الله على السلامة؟ مغنية من الزمن الجميل. شريفة فاضل. شريفة فاضل إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ تقع. فايزة أحمد. فايزة أحمد. هما الاثنين من الزمن الجميل فعلا بس مش هم. تقع. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة نجاة الصغيرة. الحمد لله على السلامة. السؤال الثالث في اللوحات والمعالم. والسؤال هو اللوحة لأحد أشهر الفنانين المصريين الراحلين فمن هو؟ عشر ثواني. ثلاث ثواني. مشهور جداً. طوى إجابتك. محمود سعيد. محمود سعيد إجابة صحيحة. محمود سعيد هي الإجابة الصحيحة. والحقيقة لو إحنا بنسأل عن أشهر الفنانين المصريين في لوحة في الأغلبية هتبقى المحمود سعيد. تمام. وبكده النتيجة 90 جامعة المنوفية، 50 جامعة المنصورة. وجامعة المنصورة خلي بالكم جامعة المنوفية بتحاول تهرب بالمباراة. آخر سؤال في الفقرة سرعة البديهة. والسؤال هو أذكر دولة مكونة من الحروف في الصورة. عبد الرحمن. صربيا. صربيا بعشر نقاط. إجابة صحيحة. صربيا أو الصين. عشر نقاط مهمين جدا لجامعة المنصورة. وبكده النتيجة 60 جامعة المنصورة، 90 جامعة المنوفية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 250 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 750 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. العباقرة التمريض برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، شركة جيلياد ساينسز، الراعي الرئيسي للعباقرة التمريض، وزارة الصحة والسكان. يهمني جدا حضرتك تسمعي أحلامهم، لأن أنا سألت كل طالب حلمك إيه. أحلامهم جميلة جدا، ولو ساعدناهم إنها تتحقق أكيد هنقدر نروح بالملف ده لمكان تاني خالص. أكيد. فإحنا هنمشي معهم خطوة بخطوة، بنتابعهم، بقينا عارفينهم، بقينا مصدقين في اللي هم بيقولوه، لأن هم بيقولوه من قلبهم. فأنا فخور جدا وبعترف، على قد ما كنت معترض، على قد ما أقول النهاردة لو أنا ساعدت ولو جزء صغير في أن أخلي الولاد دول يظهروا بمظهر مشرف قدام مصر كلها، فده شرف كبير لي.
تاني بقول لك واكد لك ان ده الحلم اللي جه في بالي تاني يوم حلف اليمين التمريض، وازاي اقول للناس تعالوا شوفوا انا متاكده من قيمتهم. فانا كنت مصره من اول يوم وقلت بدايتها ان احنا هنمشي في كل الاتجاهات، تحسين التعليم وتطويره واليات التقييم وحتى المدربين، لكن كمان يهمني ان الولاد يكونوا مرتاحين والمجتمع بيديهم الرسائل الايجابيه اللي هم يستحقوها.